عايز اسالك عن كمدرب، يعني ابرز مميزات عمر فرج الفنيه، شفته ازاي فنيا في الملعب؟ ايه المميزات اللي بيتميز بيها كمهاجم؟ Yeah. Yes. If we have a look at نعم RK Stockholm, they have used him in a quite deep position إذا from رأينا عمر position ورأينا on the back. تموضعي أو تمركزه في الملعب، فنرى أنه مميز جدا في هذا المركز خلال فترة لعبه معي تحت إدارتي. Where he's very strong. إيه الفرق بينه وما بين وسام أبو علي؟ لأنك أنه شفت لاعب أيضا قوي جدا، أعتقد أنه يتميز بالقوة البدنية الكبيرة جدا، So they have used him to hold the ball in front of the لذلك back in that position is really strong. لذلك أعتقد أنه أنه عندما يستلم الكرة فإنه يتمكن من الاحتفاظ بالكرة لوقت أطول نظرا لقوته البدنية العالية. So maybe that has been he sacrificed himself a little bit for the other players. وربما مما so يميز he عمر أنه يقوم بالتضحية الكبيرة لأجل الفريق ولأجل الزملاء الملعب، فهو يبذل كل المجهود لأجل الفريق الذي يلعب له. So they've used him a little bit so he can fight with the center backs and someone else can score easy goals around him. فأستطيع أن أقول أن عمر كان من المهاجمين الذين يقاتلون ضد المدافعين الذين يلعبون أمامه، يقاتل حرفيا، فهو لاعب قوي جدا. Then if you look at Omar, he looks like a strong guy, but he's actually faster than people think. So he's not, so he can use that more in another club, I think. وأعتقد أن ليس فقط القوة هي الأمر الذي يتميز به عمر، ولكنه أيضا رغم هذه القوة البدنية لكنه لاعب سريع أيضا. Number nine, he can play with a lone striker or as one of two strikers. هو يستطيع أن يلعب كمهاجم أوحد في الملعب، ويستطيع أيضا أن يلعب بجانب مهاجم آخر في الملعب، فهو لاعب قوي وأيضا هو لاعب سريع.